وأنا والدي آيت الله الطباطبائي في قوم من علماء إيران، والله يعني كنا نريد أنه أصل في خدمتكم، والجماعة خبروني أنه يأتون، وأنا قلت هذا الشاب الذي اسمه كميل، كميل الزكي زكي خاني زكي خاني كميل الزكي، أكيد يعني وجهه أعطاني انطباع. السيد الواحد يمكن كم زمن طويل حتى أجبته البارحة، فهذا أجبته، بس أنت مشان الطمأنة، كل واحد يحمل طباطبائي بالنسبة لنا هذا زعيم من زعماء. شكرا جزيلا. ليه؟ لأن به حسنا وحسين، يعني نعم إيه خير الطباطبائي، يعني في حسني حسني حسن وحسين، وأنا أقول حسن يدلل بالحسين، فمن بدا أترى عليا بل رأيت محمد. أهلا وسهلا. إذا السيد الصغير اسمه صغير، أنا سيد مهدي الطباطبائي. مهدي الطباطبائي، مهدي الطباطبائي، حلو. مهدي من شأن المستقبل، والطباطبائي من أجل الماضي، عظيم. السيد حلو، السيد كميل زكي خاني مشان التسجيل، سيد كميل زكي خاني. سيد كميل زكي خاني بدي أعرف شوي عنه، مثلا ماذا نقول عن السيد كميل زكي خاني، يعني ما هو عمله؟ هو عمله كمراسل، كمراسل لوكالة أنباء فارس، ويعني هو يعني مندوب من قبل وكالة فارس، أنباء فارس، كي يأتي هنا وإن شاء الله يعمل لقاء صحفي مع سماحتكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. اللقاءات هذه مصورة أم فقط مسموعة؟ يعني أخذ تلفزيونية پژوهش آسیب یک آسیب شناسی بلند مدت در انقلاب‌های شیعه در جوامعی که میشه انقلاب شیعه باشه، این پژوهشه که احتمالاً آخرین پژوهش هم در شبکه ماهواره یا حسین تی وی به عنوان پروپوزل اصلی اون شبکه به کار برده میشه، هم به عنوان یک پژوهش روانشناختی اجتماعی. یقول هذا اللقاء ان شاء الله كتحقيق، تحقيق بالنسبة لثورات، ثورات الإسلامية في العالم، وسوف إن شاء الله ينبث في الفضائية يا حسين، يا حسين في المستقبل، يا حسين تي في. هلا أنتو متى صنعتم يا حسين تي في؟ كريم ادبیات اولیش استارت اولیش زده شده، احتمالاً از یکی دو ماه ان شاء الله. اول خبر می‌کنیم اولین روزی که قول سوينا تمهيدات، بس يعني ان شاء الله من يعني بعد شهرين راح نبلش. يعني بعد الفضائيه لم تبدأ. ايوه لم تبدا، بس راح يبلشوا ممكن بعد شهرين بث تجريبي مثلا، وراح يخبرونكم يعني، ويقول انا راح نخبر لا، أنا أقول لكم يوم كنت في بيروت منذ ربع قرن أنشأت خطة جامعة الحسين. هاي واحدة. كان السيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد مهدي شمس الدين وكيلا الجامعة. وعندما تركت بيروت نقلت الفكرة إلى طهران. والآن في طهران في شيء اسمه جامعة الحسين. في كلية اسمها كلية الحسين. نعم. صار ذو الفقر، نهج البلاغة ذو الفقر، يدرس في المدارس الابتدائية في إيران، في كما أخبرني السيد جمال الدين دين بروة. هذا. يعني ما تقريبا 25 سنة پیش در لبنان یک دانشگاه ام حسین تأسیس کردیم، بعدش هم شنیدیم که در ایران هم دانشگاه ام حسین تأسیس شده، و در حال فکر تأسیس یک جایی به نام امام حسین تو ذهن ما بوده و انجام دادیم.
نحن الآن في هامش التحقيق ولكن عرفت ولكن بهمني هذا قصة يا حسين. الآن تستطيع أن تضع كمبيوتر أمامك وتضرب happiness 99 بيطلع لك محطة أو موقع إنترنت اسمه يا حسين. هذه موقع الحسين بالشعر في ألف حورية وحورية كلها بتغني له الحسين اسمها مزامير الحسين وحوره. يا حسين العنوان أحبك الحب لم يمزج بأوقاتي يا من يريني صفات الحق بالذات. ما شاء الله. يشون فرمان كي در انترنت سايتي هاتون سايتي يا حسين يشون ما وقتي دوشبشون يزنيد ارزم به حضورتون که اشعار فراوانی در مورد امام حسین هست و سایتی اصولا به نام یا حسین در اینترنت وجود داره. و الان قبل ما تسافر قبل ما يعني بالمقابله ساريكم بفرجوكم الموقع بتشوفوا كيف يا حسين. ان شاء الله بتم نشون میدیم قبل از که برید این سایت رو معرفی بشون. اذا بنكمل رحله الاسماء مع ادم مشان الحضرة سيد اسمه شو واتش محمد أمين. محمد أمين أمين بدون التعريف مش محمد الأمين يعني كمان محمد الأمين يعني محمد المصطفى عظيم جدا محمد أمين. أيضا عملك أنا في حوزة العلمية هون لا في طهران. في طهران حوزة من سماحة آية الله مجتهد في تهران. يا سلام أهلا وسهلا. هو مات قبل شهرين رحمة الله عليه في دار الرضوان إن شاء الله بالتأكيد. أهلا وسهلا محمد أمين سيدنا أمين ترجمتهم هو والدي. هو والدي أهلا وسهلا. إذا أنت أبو محمد. أبو محمد وهذا لقب نحن نحبه كثيرا لأنه كنية الإمام العسكري عليه السلام. نقول أبو محمد يعني الحسن العسكري. نعم. بس أيضاً الاسم الشريف أصغر. 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 إيه أصغر شو؟ تهراني. أصغر تهراني. اسمه أصغر شهرته تهراني. أصغر ها تحكي عربي منيح حوزة نفرتك. أصغر تهراني. جاتنا الشيخ أغا بوزرك تهراني. أغا بوزرك. صاحب الشريعة الرسول. أغا بوزرك. صاحب الكتاب الضريعة. نعم نعم اهلا وسهلا ومرحبا ما شاء الله اقطاب الدنيا اقطاب ايران خصوصا هون طباطبائي يعني حسن حسين. اهلا وسهلا بكم 100 مرحبا وهلا.